فعلا كنعيشوا واحد اللحظه تاريخيه تستوي ديال واحد المجهود كبير اللي قاموا به جماعه من الفاعلين منهم جمعيات جيو بارك مكون وكذلك المجلس الاقليمي لازيلال، السيد العام لمجموعه الجامعات مجليجيات بنمله الخنيفره، واحد المجموعه من الباحثين كذلك الجيولوجيين والاركولوجيين اللي فعلا بذلوا مجهود باكتشاف ديال هاد الديناصور، هاد النوع من الديناصورات، وخصوصا ان هذا الاهتمام بهذا الشيء المنتزهات اصبح يعني اهتمام عالمي كبير جدا، وكاين عنده زوار خاص من نوع خاص وكذلك كاين السياح ديولو. هذا الشيء غادي يساهم، غادي يكون قيمه مضافه سواء بالنسبه لجهه بنو خنيفرة او لا، خصوصا بالنسبه لاقليم ازيلا، الاقليم ازيلا اللي فعلا كيزخر باللي كيعرف يعني الاكتشاف اللي عرف اكتشاف ديال هذا المنتزه وديال الديناصور تاع اعلى مستوى افريقيا، خصوصا انه كيتعتبر يعني المنتزه الثاني افريقيا الاكبر والاول الاكبر والاول على مستوى العالم العربي. انا من هذا المنبر بغيت نشكر يعني كل الفاعلين كما قلت اللي ساهموا وفي اخراج هذا المشروع الوجود وهذا الاكتشاف، يعني اللي فعلا ان ريت ما كان يراود يعني الحمد لله كان كيراود الجميع، والفضل فيه فعلا كما قلت كيرجع لواحد المجموعه من الفاعلين ابتداء من يوم الثلاثاء، وخصوصا اليوم عرفنا كما قلت لك عشنا لحظه تاريخيه ديال الافتتاح ديال هذا المتحف، واللي ابتداء من اليوم يعني غيبقى مفتوح مجانا يعني لجميع المواطنين والمواطنات، يعني الزياره ديالو من اجل اكتشاف قبل ما يعني غادي يكون 15 يوما مجانا قبل ما انه فعلا غادي يولي بالاداء. عندكم شي فكره على التسعيره وكيفاش غيتم التحديد ديالها؟ كان ما غاديش تكون شي تسعيره اللي هي فعلا تكون وغادي فعلا انه غادي تعطى واحد الاهتمام، غادي تعطى واحد الامتياز للطلبه وكذلك حتى التلاميذ وحتى الساكنه كذلك المحليه سواء على مستوى الاقليم ولا على مستوى الجهة، وخصوصا انه غادي تفتح يوم الجمعة دائما للساكنة المحلية يعني مجانا. علاش؟ لانه هما اللي يمكن انهم يساهموا في لو ماركتينغ تيريتوريال يعني في التسويق الترابي كذلك والتسويق الترويج لهذا المتحف ولهذا اللبنة اللي غادف ان شاء الله الاقليم ازيلال، باش جميع المواطنين والمواطنات يعرفوا واحد المسألة بان هذا كيتعتبر يعني اكبر ديناصور في العالم. انا زرت مؤخرا يعني منتزه ديال رومانيا، يعني شفت النوع ديال الديناصورات اللي عندهم، فعلا ديناصورات يعني بالحجم الصغير نقدر يعني نوصفها بانها عباره عن طيور يعني صغيره، ولكن الديناصورات اللي هي متواجده في هذا المتحف هذا وخصوصا اللي اكتشفت على مستوى اقليم ازيلال فهي من بين اكبر الديناصورات في العالم، وهذا الشيء هو اللي يميز هذا المنتزه المنتزه ديال المنطقة والوطني، لأنه المنتزه الوحيد على مستوى المغرب، ثاني إفريقيا وعلى مستوى العالم العربي، وبغينا أن الناس يعني المغاربة كاملين وكذلك أنهم يجيو يزوروا هذا المتحف هذا، لأن فعلا كاين مجهود كاين عمل دار من طرف واحد المجموعة من الفاعلين، وكاين ما نشوفوا كاين ما يتشاف وكاين ما يتكتشف، نعرفوا الحياة ديالنا منين بدات.